السلام عليكم جميعا، انا امنيه من مصر. ان شاء الله هنشرح النهارده the passive او المبني للمجهول في اللغه الانجليزيه. هو درس معقد شويه، بس ان شاء الله بعد الدرس دوت كل حاجه تبقى واضحه وكل حاجه تبقى بسيطه. الباسيف او المبني للمجهول بيتكون من اربع مواقع او اربع اجزاء، وكلهم نعرف نكونهم من الجمله الاصليه اللي كانت موجوده في المبني للمعلوم او in the active voice. يعني ايه مبني للمعلوم ويعني ايه مبني للمجهول؟ المبني للمعلوم او the active voice هو اللي بجيب فيه الفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده المفعول به في الجملة. أما the passive أو المبني للمجهول ببدأ فيها بالمفعول به وبعد كده الفعل، والفاعل ممكن أقوله أو ممكن ما أقولوش لأني مهتمة هنا بالمفعول به. طيب، قلنا قبل كده إن the passive أو المبني للمجهول بيتكون من أربع مواقع أو أربع أجزاء. الموقع الأول هو المفعول به، يعني أنا هجيب المفعول به اللي كان موجود في الجملة الأصلية في المبني للمعلوم هذكره في أول الجملة. تاني حاجة verb to be. تالت حاجة التصريف التالت للفعل الأصلي في جملة المبني للمعلوم. رابع حاجة الفاعل مسبوق بكلمة باي وممكن ما أقولوش خالص في الجملة. طيب الأجزاء دي هكونها إزاي وهكتب فيها إيه؟ أول حاجة في موقعين سهلين جدا وما فيهمش أي مشكلة. الموقع الأول المفعول به بجيبه عادي جدا من الجملة الأصلية، أما آخر حاجة خالص اللي هي الفاعل مسبوقة بباي برضو سهلة جدا هجيبها على حسب اللي كان موجود في الجملة الأصلية في المبني للمعلوم. يتبقى لنا مشكلتين، الموقع الثاني verb to be هنعرف ازاي نكونه، والموقع الثالث التصريف الثالث للفعل في الجملة الأصلية. نبدأ ناخد مثال نشرح عليه. The boy is drinking the milk now. The boy is drinking the milk now. الطفل يشرب اللبن الآن. عايزين نعمل عليها جملة في المبني للمجهول. أول حاجة تعمل الأربع مواقع بتوعك. أول موقع هو المفعول به. طيب المفعول به في الجملة هنا إيه؟ The milk. يبقى هبدأ بكلمة the milk. الموقع التاني والموقع التالت سيبك منه دلوقتي، نيجي للموقع الرابع. مين اللي شارب اللبن او مين اللي بيشرب اللبن الان؟ the boy. يبقى هنقول by the boy. يبقى the milk، سيب الموقع التاني سيب الموقع التالت by the boy وكمل الجملة عادي now. فضل لنا الموقع التاني والموقع التالت. نيجي نتكلم عن الموقع التالت لانه اسهل من verb to be في الموقع التاني. الموقع التالت او التصريف التالت للفعل الاصلي هو ان انت بتجيب التصريف التالت للفعل اللي ذكر في المبني للمعلوم. طب هو يعني ايه تصريف ثالث في اللغه الانجليزيه؟ اي فعل في اللغه الانجليزيه ليه فعل في المصدر وليه تصريف اول وتصريف ثاني وتصريف ثالث. الفعل في المصدر هو الفعل الاصلي. التصريف الاول دوت اللي بيبقى في زمن المضارع البريزنت، اما التصريف الثاني ده في الباست، التصريف الثالث ده باست بارتيسيبل. اي صوره من ديت بتستخدم على حسب زمن الجمله. طيب ايه الفرق ما بين الباست بارتيسيبل في الافعال المختلفه؟ عندنا حاجتين، يا اما يكون الفعل منتظم بضيف له ايدي اللي هو المصدر بتاعه بضيف له الايدي، او لو كان غير منتظم بيبقى ليه شكل مختلف عن الفعل في المصدر، وبتضطر ان انت تحفظ الافعال الغير منتظمه ديت علشان لما تيجي تستخدم التصريف الثالث فيها تكتبها على طول. عندنا مثال من الافعال المنتظمه love. love يعني يحب. love ده كده الفعل في المصدر لكلمه للفعل يحب. طيب ايه هو التصريف الاول بتاعه او البريزنت؟ يا اما love يا اما loves. طيب ايه هو التصريف التاني ليه؟ التاني هيبقى loved. التصريف التالت ليه او الباست participle هيبقى loved برضو. اما لو كان الفعل غير منتظم زي drink زي اللي معانا في المثال يعني يشرب، ساعتها بقول التصريف التاني ليه drank والتصريف التالت ليه drunk. يبقى ساعتها انا بضطر احفظ ان التصريف التالت للفعل drink drunk، وهكذا في اي فعل غير منتظم. يعني المثال بتاعنا the boy is drinking the milk now. قلنا the boy في الموقع الأول، الموقع التاني هنسيبه دلوقتي. الموقع التالت هو دوت التصريف التالت للفعل الأصلي اللي موجود في الجملة الأصلية في المبني للمعلوم. طيب الجملة في المبني للمعلوم the boy is drinking the milk، يبقى إيه هو الحدث المهم اللي بيحصل دلوقتي؟ الشرب، يعني الفعل drink. طب إيه هو التصريف التالت للفعل drink؟ نشوف هو فعل منتظم ولا غير منتظم؟ ده فعل غير منتظم. طب إيه هو التصريف التالت بتاعه؟ drink drank drunk. يبقى التصريف الثالث ليه drunk، يبقى احط في الموقع الثالث drunk، والموقع الرابع زي ما اتفقنا by the boy. فاضل لنا الجزء الثاني اللي هو الموقع الثاني في جملة the passive او جملة المبني للمجهول، وهي verb to be. اكتب ازاي verb to be؟ verb to be هيتحدد على اساس حاجتين في الجملة بتاعت المبني للمجهول. اول حاجة المفعول به، تاني حاجة الزمن الاصلي في جملة المبني للمعلوم. وده طبعا يتطلب منك انك تكون فاهم كويس قوي الازمنه المختلفه والفرق ما بينها، علشان لما تشوفها في المبني للمعلوم هتعرف تطلع منها الزمن صح، وبالتالي هتكتب verb to be صح.
طب ايه هو الفيرب تو بي في الاشكال المختلفه في الازمنه المختلفه؟ اول حاجه في البريزنت سامبل هيبقى ام او از او ار. طب ام او از او ار اختار انهي؟ اختار على حسب المفعول به. لو كان المفعول به دلوقتي اي، يعني كان في الاصل مي في المبني للمعلوم ودلوقتي انا هبدا بيه فهيبقى اي، ساعتها هستخدم ام. لو كان المفعول به مفرد هحط از، لو كان المفعول به جمع هحط ار. بعد كده الباست سيمبل، لو كان الزمن في المبني للمعلوم باست سيمبل يبقى احط فيرب تو بي واز او وير. لو كان في البريزنت كونتينوس هحط ام او از او ار زائد بينج. لو كان في الباست كونتينوس هحط واز او وير زائد بينج. طيب في الازمنه التامه بريزنت بيرفكت هحط هاف او هاز زائد بن. لو كان باست بيرفكت هاد بن. طب لو كان مودال فيربس، مودال فيربس يعني ويل، ماست، كان، ماي، شود، هحط اي واحد من الافعال ديت زي ما ذكر في المبني للمعلوم زائد بي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنحط فيرب تو بي، هتحدد الزمن بتاع جمله المبني للمعلوم وبالتالي هتحط الفيرب تو بي الخاص بيها في الموقع التاني. طيب نرجع تاني للمثال بتاعنا ونشوف هنحط فيرب تو بي ازاي. عندنا the boy is drinking the milk now. The boy is drinking the milk now. زمن الجملة هنا ايه؟ زمن الجملة هنا present continuous لاني جايب is وبعدها drinking، يعني is وبعد كده الverb plus ing. تمام؟ طيب ايه هو الverb to be الخاص بزمن المضارع المستمر او present continuous؟ بالظبط am او is او are زائد being. طيب انا هنا المفعول بتاعي ايه في الجملة الجديدة في المبني للمجهول؟ the milk. يبقى the milk ياخد is، يبقى the milk is being. وبعد كده الموقع الثالث drunk، وبعد كده by the boy، بعد كده now. by the boy ممكن اشيلها خالص لاني انا مش مهتمة بالفعل، وممكن اقول الجملة مرة واحدة the milk is being drunk now. نبدأ ناخد امثلة تانية. I have written this letter. I have written this letter. انا كتبت الخطاب ده. طيب نبدأ نجون الجملة في المبني للمجهول. اول حاجة نبص الاول ونشوف احنا عندنا اربع مواقع. الموقع الاول المفعول به. طيب المفعول به في الجملة ايه؟ the letter. the letter. الموقع التاني verb to be. verb to be بيتحدد على اساس حاجتين، اول حاجة الزمن في الجملة الاصلية في المبني للمعلوم، تاني حاجة على حسب المفعول به اللي انا بدأت به الجملة دلوقتي. نشوف زمن الجملة في المبني للمعلوم. I have written this letter. يبقى هو كده في present perfect او المضارع التام. طيب verb to be في المضارع التام بيكتب ازاي؟ have او has been. طيب انا هنا بقول the letter او this letter، يبقى the letter has been. ده كده الموقع التاني خلص. الموقع التالت هنجيب الفعل الاصلي في جملة المبني للمعلوم وهنحطها في التصريف التالت ليها. الفعل الاصلي هنا ايه؟ write. write يعني يكتب. طيب write فعل منتظم ولا غير منتظم؟ لو انت حافظ هتعرف ان ده فعل غير منتظم، يعني write wrote written. يبقى التصريف الثالث هنا ايه؟ written. يبقى الموقع الثالث written. the letter has been written. بعد كده by me، بواسطتي by me. ممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش، يعني ممكن اقول the letter has been written. the teacher will explain the lesson. the teacher will explain the lesson. يعني المدرس هيشرح الحصة او هيشرح الدرس. طيب نبدأ نعمل جملة المبني للمجهول. الموقع الاول المفعول به the lesson، الموقع الثاني verb to be. نبص على زمن الجملة الاصلية في المبني للمعلوم. the teacher will explain فعل modal verb will، وجاي بعديه فعل في المصدر، يبقى ديت كده modal verb. يبقى احط modal verb زائد be، يبقى the lesson will be. بعد كده الفعل الاصلي في التصريف الثالث، ده الموقع الثالث. ايه هو الفعل الاصلي في الجمله الاصليه او جمله المبني للمعلوم؟ explain. explain نشوف ده فعل منتظم ولا غير منتظم. لو انت حافظ هتعرف ان explain من الافعال المنتظمه، يبقى هحط اي دي. explain explained explained. يبقى the lesson will be explained. رابع حاجه by the teacher. تمام كده الدرس خلاص خلص. ممكن تلاقيه صعب في الاول او تقعد تفكر كتير او تقعد تاخد وقت كتير عقبال ما تكون الاربع مواقع دول، بس بالتدريب الكتير بعد كده الموضوع هيتم اوتوماتيك جدا عقليا من غير ما تفكر.
لو عندك اي سؤال او اي حاجة مش مفهومة طبعا اسأل تحت الفيديو في التعليقات، وكمان يا ريت تقول لنا وتقول لنا رأيكم في الفيديو ده ايه. ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب في القناة علشان توصل الناس اكتر، وعلشان الفيديوهات توصل لكم اول باول اول ما تتحط جديدة.